بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات مدرسة قرطاج الدولية، الصف الثامن، المادة الرياضيات، الوحدة الثامنة، المجسمات، من صفحة 92 لصفحة 97. طلاب انتبهوا معي، هون الوحدة عندنا هون رح تتكلم عن المجسمات. في عندنا هون بالصورة بالكتاب معطينا بعض المجسمات، يعني زي هون مجسم هرم رباعي، هون هرم رباعي، هون مخروط. طبعا بهذا الوحدة نتكلم عن كيف نحسب حجم المخروط والمساحة الجانبية والمساحة الجانبية لإله. هون منشور، بس هذا المنشور سداسي. كيف عرفت سداسي؟ 1 2 3 4 5 6 حسب القاعدة، هذا منشور سداسي. وهذا عندي هون القاعدة، عندي هون جاي مربعة، 1 2 لا هذا منشور ثلاثي، هذا عندي هون هرم ثلاثي لأنه في قاعدة مثلثة والأوجه الجانبية مثلثات. هذا اللي باللون الأصفر هون، يعني هاي كرة، والأصفر هذا منشور ثلاثي. ليش منشور ثلاثي؟ لأن الأوجه الجانبية على شكل مستطيلات. طبعا هاي اسطوانة رح نتكلم عنها إن شاء الله يمس. الدرس الأول بحكي لنا اللي هو درسنا عن الشبكات. انتبهوا معي هون على الشبكات. يما إيش بدي أحكي؟ بدي أميز بين شبكة وبين، يعني هون لاحظوا هون كاتبين لي شبكة وهون كاتبين لي مجسم. طب شو الفرق بيناتهم؟ هلأ بحكوا لكم إنه الشبكات هي عبارة عن ثنائية الأبعاد، بين المجسم لا، ثلاثية الأبعاد، يعني تقدر إنك تحط داخل المجسم إشي. شو يعني قصدي يا مس ثلاثية الأبعاد ثنائية الأبعاد؟ هلأ أفرجوكم يا مس، انتبهوا معي. طلاب انتبهوا معي هون. هلأ هون أنا مس أذكر بيناتكم بين إيدي هون اللي هو شبكة، الأوجه الجانبية مستطيلات والقاعدة مثلثات. لو أنا عملت هاي الشبكة، هاي طبعا نسميها الشبكة، هاي ثنائية الأبعاد، بس أنا أعمل عملية تاني لهدول الأشياء. لاحظوا هون صار لما أعمل عملية تاني أمسكهم مع بعض، مسكتهم زي هيك، صار عندي هون منشور إيش؟ ثلاثي. صار إيش الشكل؟ مجسم. إذا أنا الشبكة دائما ثنائية الأبعاد تتحول إلى إيش يا مس؟ إلى شبكة. إذا هذا أنا الشبكة الموجودة عندي هون، الشبكة هون تحولت لإيش؟ لما أنا جمعتها على بعضيها لمجسم. هذا المجسم شو اسمه؟ اللي هو منشور ثلاثي. طبعا منشور الثلاثي بيتميز انه له قاعدتين، قاعدة مثلثة والقاعدة قبلها مثلثة. الأوجه الجانبية دائما مستطيلات، الأوجه الجانبية، الأوجه الجانبية بهذا المنشور الموجود قدامنا هون. القاعدة نأشر عليها، هاي قاعدة، هاي قاعدة هون قبلها، وهون الأوجه الجانبية كلها بتكون مستطيلات. إذا عندنا دائما الشبكة بتتحول إيش يا مس؟ إلى الشبكة الموجودة قدامنا هون، بتتحول لما أنا أعمل عملية ثانية وأطويها مع بعض تتحول لمجسم. نرجع، إذا جينا على الكتاب مرة ثانية نحكي، بحكي لنا بدنا نكمل الفراغ، الشبكة ثنائية الأبعاد، نحكي له هذا الحكي صحيح. هل هي ثلاثية الأبعاد؟ طبعا لا. المجسم بكون ثنائي الأبعاد؟ أكيد لا، بس هو ثلاثي الأبعاد. هون معطينا أن الشبكة هي عبارة عن سطح مستوي ثنائي الأبعاد، يمكن أن يطوى زي ما عملنا قبل شوي. يما تطوي إيش بصير؟ بصير مجسم ثلاثي الأبعاد. إذا تتكون عادة الشبكة في إلها قاعدة وفي إلها أسطح وفي إلها رؤوس. طلاب انتبهوا معي على مثال واحد بالكتاب. مثال واحد بالكتاب معطينا هون شبكات، بدنا نوصلها مع كل شبكة مع أي مجسم بتزبط. طب هذا منشور ثلاثي اللي قبل شوي عرضت لكم إياه، أكيد مع هذا المنشور، أحسنتم. عندنا هون الأوجه الجانبية كلها مثلثات والقاعدة مثلثة، هرم ثلاثي. وين هرم ثلاثي؟ أكيد هرم ثلاثي هي القاعدة مثلثة، إذا رح نوصله مع القاعدة المثلثة. وهذا هرم رباعي أكيد مع الشكل الأول يمس. طالبين بيحكي لي بتدريب واحد، بحكي لكم أنا مجسم شبكتي تتكون من مستطيل وأربعة مثلثات متطابقة الضلعين عند طيها. بحكي لها مستطيل وأربعة مثلثات، أنا عاملة هاي الشبكة رح أفرجيكم إياها، بس طلاب انتبهوا معي. هاي المستطيل موجود قدامكم،
أربع مثلثات، هاي الأربع مثلثات بس أطنيها مع بعضيها، طي أعمل عملية طي لإلها عن بطنيها. شو صار عندي هون؟ اللي هو صار عندي الشكل هرم، هذا هرم إيش ماله؟ رباعي، لأنه قاعته رباعية، بس إنه قاعته مستطيل اللي عملنا إياها. نرجع للكتاب مرة ثانية. طلاب انتوا فوق لي على مثال تنين. مثال تنين بحكي لنا أكمل الفراغات. عندي هاي المجسم الموجود قدامنا هون، الأوجه الجانبية مستطيلات وله قاعدتين. إذا شو هذا اسمه؟ هذا أكيد منشور. دائما إذا له قاعدتين يسمى منشور، والأوجه الجانبية مستطيلات منشور ماله هذا ثلاثي. هذا منشور ثلاثي. شو شكل القاعدة؟ هاي القاعدة مثلث. عدد القواعد للمنشور أكيد اثنين. الأوجه الجانبية اتفقنا إنه دائما الأوجه الجانبية للمنشور تكون مستطيلات. نيجي على الشكل البعدي اللي هو الهرم، مكتوب هرم ثلاثي ماشي. إذا شو شكل القاعدة؟ مثلث. طبعا للهرم قاعدة واحدة ما بتغير. الأوجه الجانبية شو شكلها؟ مثلثات. نيجي عند هون برضو، هون معطينا بس هرم، بس هرم ماله واحد اثنين ثلاثة أربعة، قاعدته مربعة. إذا هذا هرم رباعي، شكل القاعدة مربعة، له قاعدة واحدة. شو شكل الأوجه الجانبية؟ مثلثات. طلاب انتبهوا معي هون، بحكي لنا هذا الشكل مجسم مكعب متوازي مستطيلات. احنا مرق معنا هاي الاشكال وكنا نجمعها ونحكي عنها. تدريب اثنين عندي هون، هذا هرم رباعي قاعدته مربعة. هلا بعرض لكم شيء، وهي عندي اسطوانة، سهل الاسطوانة تعملوها، انه مستطيل ودائرتين من الجهتين لها قاعدتين. واخر شكل اللي هو المخروط. هلا رح نعرض مجموعة من الشبكات قدامكم ونتناقش فيها، بس خلينا نحل السؤال الأول. بس هون عندي هون هذا المجسم له قاعدة وحده والأوجه الجانبية مثلثات، شو اسمه؟ أحسنتم، هرم رباعي. هذا الشكل مستطيل وله دائرتين لما أعمل عملية تانية أسطوانة. هذا الشكل الأوجه الجانبية كلها مستطيلات، وهون القاعدتين منشور ثلاثي. هذا اللي هو جاي شكل قطاع دائري، هذا هو المخروط يمس. بحكي لنا هون انه كلف معلم الرياضيات الطالب سعيد برسم شبكة هرم ثلاثي، بس بحكي لنا هل هاي هرم ثلاثي إلها قاعدتين والأوجه الجانبية مستطيلات؟ لا، هذا منشور ثلاثي، هو راسم منشور ثلاثي، هو راسم منشور ثلاثي وليس هرم. هون بيحكي لنا انه في عنا طالبتين، ريم رسمت شبكة باء وراما رسمت شبكة ألف. بيحكي لنا ممكن احكي عنها هي عبارة عن شبكة المجسم اللي هي الأسطوانة؟ نحكي له اكيد بتشبهها، يعني ما في مشكلة. اذا هاي عبارة عن شبكة لمجسم الأسطوانة. بس رح اعرض لكم اخر شغلة، طلاب لاحظوا معي هون، هاي الشبكة عبارة عن هرم رباعي قاعدته مربعة، بس بعمل عملية تاني للمثلثات، هاي مسكها من الرأس. إذا صار الشكل عندي إيش هون؟ المجسم مجسم عبارة عن هرم رباعي، وبرضو عملت لكم شبكة لهرم ثلاثي قاعدته مثلثة، بس عملية التاني للمثلثات على الجناب. الشكل صار عندي هون هرم ثلاثي.